أدانت الطائفة الإنجيلية بمصر كافة أشكال العنف والصراع المسلح بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وما تسبب في اعتداءات على عدد كبير من المدنيين الأبرياء. وأكدت الطائفة الإنجيلية وقوفها خلف الدولة المصرية، مثمنة الموقف المصري الأصيل للحفاظ على الأرواح وحقوق الشعب الفلسطيني والدور المحوري المصري في التدخل والتفاعل مع الأزمة، داعية الجميع إلى الاستماع لصوت العقل والحكمة في التعامل مع كافة الأطراف.